ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده نشرح افضل موقع للتعدين عبر الانترنت. يا شباب، طريقة التسجيل في الموقع على لسه اول مره، شوف القناه متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. تمام يا شباب، كل الروابط والادوات هتلاقيها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طريقة التسجيل في الموقع، الموقع بيجيلك بالواجهه ديت، بتضغط هنا على ستارت مايننج. اول حاجه هنا بتضغط على الثلاث نقط، بعد كده بتضغط على كلمة ترجمة بتترجم الموقع باللغة العربية. تمام يا شباب، بعد كده بتضغط على كلمة ايه، ابدأ التعدين. هنا يعني عندك التسجيل بنقرة واحدة، رمز تسجيل الدخول وكلمة سر. تمام، فاحنا نسجل بالبريد. تمام، هنا يعني بتضيف اسم المستخدم اللي انت تسجل بيه. تمام، بعد كده كلمة، بعد كده البريد الالكتروني، بعد كده كلمة السر، بعد كده كلمة السر، بعد كده بتحل الكباتشا، بعد كده تضغط على كلمة ايه، يسجل. تمام يا شباب، ممكن يبعت لك رسالة تفعيل وممكن لا. بعد كده بنسجل دخول في الموقع. الكباتشا ديت ممكن تسجل عن طريق الفيس عادي برضه. الموقع اللي اسجل فيه بيجيلك بالواجهة ديت. تمام يا شباب، ميجا هرتز تعدن بيهم. تمام يا شباب، بتعدن على عملات عندك البيتكوين. تمام، وعندك الدوج كوين، وعندك اللايت كوين، وعندك الاثيريوم، وعندك الاثيريوم والاندفاع لعملة الداش والديجي بايت وعملة الريبل. كل دي عملات تقدر تعدن عليهم، والتعدين مجانا او بايداع بيبدأ من 1 دولار. تمام يا شباب، انا عامل تعدين على عملة الدوشكوين عشان السحب فيها قليل، يعني السحب فيها 10 دوشكوين. تمام، في البيتكوين الحد الادنى للسحب تضغط هنا على كلمة انسحب. هنا بيعرفك الحد الأدنى للعملات في السحب. تمام، عندك البيتكوين بيبدأ من 10,000. تمام، والدوش كوين بيبدأ من 10. تمام، واللايت كوين بيبدأ من 0.15، والإثيريوم بيبدأ من 0.01، واللي بعدها 0.05، عنده بقى بنت 0 بنت 0.1. بعد كده الديجيبات 50 والريبل 20، احنا معدينا على عملة. تمام يا شباب، والموقع انا عامل ايداع بيبدأ ايه بواحد. طريقة الايداع في الموقع، بتضغط على الـ3 شروط دول، بعد كده بتضغط على كلمة انشاء الايداع. وهنا مديك كل الطرق اللي انت ايه تقدر تعمل بيها دعم من داخل الموقع. تمام يا شباب، عندك محفظة البيتكوين والاثيريوم واللايت كوين. تمام، والداش والبرفكت ماني والترون والبيتكوين كاش والريبل والديجي بايت والباير والدولار الامريكي. تمام، وبالفيزا. تمام، احنا نعمل ايداع دلوقتي بواحد، نعمل ايداع بـ1 دولار عشان الناس تتأكد من الموقع. تمام، اضغط على كلمة الباير، بديك هنا محفظة الموقع بتاخدها نسخ، بعد كده بتروح ايه على محفظة الباير عشان تدفع. تمام يا شباب،
بتفتح محفظة البريد لو حد بيقول افتح على تم شباب. بعد ما نفتح محفظة البير بيضغط على إرسال الأموال اللي هي الخانات. تمام. بعد كده هنا بتضيف المحفظة بتاعتهم بتاعت الموقع. بتعمل 1 دولار. بعد كده بتضغط على كلمة إرسال شباب. بعد كده بتضغط على علامة السبت وبتاخد هنا المعرف. تمام. بتضغط على المعرف في العملية ديت. تمام. بتاخد هنا الـ ID ناسخ. تمام. بالطريقة دي. بعد كده بتعمل كلمة إغلاق وبتروح على الموقع. نضيف هنا معرف العملية. نضغط على إرسال. تمام. يقول لك يتم تجديد الرصيد. تمام يا شباب. وبتعرف اللي ده انضاف لك ازاي. بتضغط على الـ3 شروط دول. بتضغط هنا على شراء الطاقة. تمام. بتضغط هنا على عملة الدولار. تمام يا شباب. هتلاقي ان انت معاك 1 دولار في الموقع. بعد كده بتضغط على كلمة اشتري. بعد ما تعمل ايداع هنا بتديك مكافأة من الموقع. تمام. اللي انت عشان عملت ايداع في الموقع. تمام يا شباب. بديك 30%. بالنسبة للدولار الحد الأدنى هنا في التعدين بيبدأ من 2 دولار. تمام يا شباب. تمام يا شباب. دي كل حاجة على الموقع للسحب من الموقع. تمام يا شباب. وكل الروابط والأدوات اللي في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لو عجب الفيديو متبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أهم حاجة اللايك عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.